هو الحقيقة المحاضرة كانت بتتكلم عن تطوير الأداء بتاع الرياضيين في النادي وإعدادهم للموسم الجديد من دلوقتي مبكرا، ودي فكرة كويسة يعني بفكر فيها المسؤولين في النادي، عشان أنت عارف إنه طبعا أي حتى جهد أو أي فلوس بتصرف على التطوير الأداء والإعداد بيقابله حتى عائد مادي بأشكال مختلفة. يعني أنت عندك في الإمارات وفي بعض الدول بيصرفوا كل دولار بيتصرف بيكون في أوتكمز 30 دولار، وفي أمريكا في اليابان اتحسبت ولقيوا حوالي 1000 دولار عائد على عملية التدريب. فعملية التدريب شكلها عادي أو شكلها محاضرات أو شكلها دورات، ولكن هي في الحقيقة بتترجم اقتصاديا إلى عائد اقتصادي وعائد فني بيؤدي إلى عائد اقتصادي زي ما هو معروف في كل الدنيا. الرياضة النهاردة بقت اقتصاديات. يمكن كنا فترة مع كابتن عبد العزيز في أحد المؤتمرات التابع للفيفا، الاتحاد الدولي كان في السعودية، وكان بيكلموا على نظام الاحتراف، وكانوا قالوا يعني كان اسمه والتر كاك اعتقد فيما اعتقد المدير التنفيذي في حد دولي في التشكيل السابق، كان يتكلم عن عمليه اقتصاديات كره القدم. يعني فبيكلم انه انت بتعمل مدخل جيد، وده اللي بيعمله الاهلي دلوقتي من اللاعبين سواء في قطاع الناشئين او في الفريق الاول، بيحاولوا يعملوا مدخل جيد من اللاعبين، وبعدين بيشتغل مع المدخل الجيد ده في تطوير أدائه، في تدريب وأجهزة فنية كويسة وتخطيط على اللونج ران وعلى الشورت ران. وأنا أعرف إن الدكتور عامر شغال في الحتة دي كويس وأنا مش كويس، كابتن عزيز وكابتن محمود تخطيط طبعا مش هنقدر نقول حاجة، لأن هو راجل أصل القصة كلها والكورة وعنده فيجن عالي جدا للحكاية.